هذه الفقرة برعاية الطفل وتغير المناخ. هناك ده عمل كبير جدا، وهناك يعني بالملايين، يعني أنا بتحدث عن ملايين، وحتى الآن أصبحت الأمور غير محصورة، لأن كلما زاد المناخ قسوة وتغير كلما زادت الأعداد الكبيرة للأطفال وعمالة الأطفال، وكلما زادت المشكلات حول العالم سواء في حروب أو إلى آخره تزداد، وبالتالي الأرقام متغيرة ولا نستطيع أن نقف عند رقم معين، لكن حسبنا أن نقول أنها أصبحت بالملايين، وفي العالم العربي يتجاوز المليون في أزمة الأطفال. وأيضا ليس هناك رقم محدد، لكن المسألة هي أن أزمة المناخ هي أزمة للطفل، أزمة تزيد أعمالة الأطفال، أزمة تزيد الجوانب النفسية حتى للأطفال الذين لا يعملون، حتى الأطفال الأصحاء. المناخ يؤثر على الغذاء، المناخ يؤثر على الزراعة، المناخ يؤثر على كل الأشياء، يعني وكل الأزمات أول الضحايا لها الطفل والمرأة وكبار السن، ودول هم ضحايا الأول لكل هذه. المجلس العربي طبيعة السياسات اللي بيعمل عليها في الوقت الحالي لمواجهة هذه التحديات. المجلس العربي يقوم بعملية يعني بناء السياسات التنموية التي تؤكد على حماية الطفل، وهناك عمل كبير جدا حول هذه المسائل وهي سياسات الحماية. رقم اثنين بناء التنظيمات الفاعلة للعمل في مسائل حماية الطفل. ثلاثة التشريعات اللازمة لإنجاح هذه السياسات الحماية. دكتور، وماذا عن التمويلات أيضا؟ هل نحن بندخل في فكرة التمويلات أم بيكون في نوع من أنواع الشراكات مع منظمات أخرى؟ لا، يعني في المجلس العربي للطفولة يعني في هناك شراكة رئيسية سواء مع الجامعة العربية أو مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وأيضا الفاو يعني شاركنا معهم شراكات كبيرة جدا مع اليونيسف مع اليونسكو، والحقيقة بالشراكة مع أكفند، يعني أكفند داعم للعمل التنموي في كل المنطقة العربية برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن طلال، ويعني التعاون أمبريلا مش يعني واسعة وكبيرة بالحجم الكبير. يعني حضرتك أشرت تقريبا لأكثر من مليون طفل في المنطقة العربية بيواجهوا تحديات المناخ، لكن ماذا عن تقديرات أيضا الاحتياجات التمويلية حتى العام 2030؟ الاحتياجات التمويلية طبعا يعني حضرتك شايفة يعني الأزمات المستجدة في العالم العربي، هذه أثرت بشكل كبير جدا، وإن كانت يعني الدولة العربية سباقة لأن تدعم هذه الأشياء، لكن أنا بقول أيضا أن قد تأثرنا سلبا بما نعيشه من مشكلات ومن أزمات. أكبر المتضرر في هذه الأزمات هو الطفل في فلسطين. هذه الفقرة برعاية